هنكمل مع بعض يا أولاد تدريبات الوحدة الأولى. قلنا هن معلمون مخلصون، صوب الخطأ هنقول إيه؟ هم معلمون مخلصون. تلك هرم كبير، وهنقول ذلك هرم كبير. القراءة متحررة المحتوى. طلب أحد الأمراء ذات يوم من أحد الأطباء اختيار مجال لبناء مستشفى في المدينة، فقام الطبيب بوضع قطع من اللحم في أماكن متفرقة في المدينة وأخذ يتابعها، وكانت قطعة بعد أخرى تفسد وبقيت قطعة واحدة وقتا طويلا. فعرف الطبيب أن هذا المكان هو أفضل مكان لبناء المستشفى لأنه الأقل تلوثا والأكثر مناسبة لصحة المرضى. مضاد تفسد تصلح. مفرد الأمراء الأمير. طلب أحد الأمراء من الطبيب أن يختار له مكان لبناء مستشفى. طبعا الإجابة عندي في القطع. قام الطبيب بوضع قطع من اللحم في أماكن متفرقة. أين تم بناء المستشفى ولماذا؟ في المكان الأقل تلوثا ليكون مناسب أكثر لصحة المرضى. عندي هنا يا أولاد تدريب تاني، التعبير الوظيفي. اكتب لافتة عن فضل العمل. هنقول العمل عبادة، اطلبوا